بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يؤسفني أولا أن أقول بأن الأحزاب اليوم في مداخلاتها الجوابية أو التعقيبية على البرنامج الحكومي في شق من مداخلاتها بشأن القطاعات الاجتماعية، تلوم حزب العدالة والتنمية أنه لم يشرف أو لم يختر أن يشرف على القطاعات الاجتماعية، بالرغم من أنه اليوم يشرف على أم الوزارات وأبو القطاعات الاجتماعية، وهي وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية. من جهة ثانية، عندما يتحدثون بهذا النفس انتقادا لحزب العدالة والتنمية، يتحدثون عن قطاعات بعينها كقطاعات اجتماعية، الصحة، التعليم، السكن، ويغفلون هذا القطاع، لأن المؤسسة الحزبية عموما في المغرب لا تنظر إلى الشأن الاجتماعي كشأن مجتمعي، ولكن تنظر إليه من خلال تقديم بعض الوظائف. لذلك أعتقد بأن اليوم لابد من تصحيح التصورات، وأيضا لابد من مرجعية سياسية في هذا الأمر حتى نصحح النظرة إلى القطاع الاجتماعي بشكل عام وإلى القطاع ديال التنمية الاجتماعية. ما هي الإجراءات التي يمكن أن نقوم بها؟ أكيد أن الشأن الداخلي للوزارة مهم جدا في بداية داخل هذا القطاع. لابد من إدخال إصلاحات ضرورية من حيث توحيد الهيكلة، من حيث تحديد الصلاحيات، من حيث أيضا الاختصاصات المخولة للقطاعات وللمؤسسات التابعة لهذه الوزارة، وكذلك تصحيح بعض الأوضاع حتى تكون الانطلاقة جيدة في مناخ جيد وسليم. ثانيا، هناك مجموعة من المبادرات التي يجب أن نقوم بها، لأنني أعتمد المقاربة التشاركية وأيضا التسيير الجماعي في إطار قيادة موحدة من طبيعة الحال داخل هذه الوزارة. والأمر يتعلق بتحديد ووضع استراتيجية موحدة، لأن هذه الوزارة معروفة بالتضخم في الاستراتيجيات، وليس هناك خيط ناظم مما يجعل الوزارة تتشتت جهودها دون أن تتمم أي ورش من الأوراش المفتوحة. هناك أيضا مشاريع قوانين في نقطة الصفر لابد أن نبحث في المشاكل التي عقدت انطلاقتها وأن نعمل على إخراجها. كذلك نستعد أن ننطلق من خلال تشخيص حقيقي لوضع الوزارة، الوضع الإداري، الوضع المالي، الوضع بشكل عام، حتى نضع أيدينا على الداء الذي جعل هذه الوزارة ربما لسنوات كثيرة غير ربما لم تتموقع بالشكل الذي يجعل لها جاذبيتها السياسية، حيث تتحدث عنها الأحزاب في مقدمة القطاعات الاجتماعية، فأنتم ترون كم يبخسونها حقها كقطاع اجتماعي بامتياز، وأيضا أن تتموقع من حيث قيادة العمل الاجتماعي، أنتم ترون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ذات الوضع المهم، لكن قد تدخل في علاقة مع الحركية التي تسعى الوزارة للقيام بها، أحيانا في تنافس، أحيانا في تناقض، أحيانا في تسخير لإمكانية الوزارة دون أن يكون هناك اعتراف بهذا الأمر. لذلك الوضع يحتاج إلى ترتيبات لكي ننطلق انطلاقة سليمة وقوية. هناك تخوفات من بعض المنظمات النسائية على ما يسمونه بالتراجع عن بعض ما حققته المرأة في تخوف غير مبرر، فهم يعلمون أنني مناضلة منذ سنوات من أجل تحسين وضعية المرأة والنهوض بأوضاعها وتمكينها من حقوقها. قد نختلف بعض الشيء من حيث المرجعية، وهذا حق مكفول لكل الفاعلين
يدخل في حرية التعبير، يدخل في حرية الانتماء، يدخل في حرية تحديد المرجعية، ولا يجب أن نضيق في إطار هذا الاختلاف على بعضنا البعض. الدولة لها منطقها ولها خطها الذي لا يجوز لأي مسؤول وإن كنت أنا أن تخرج عن منطق الدولة، لأن هذا الذي يضمن استمراريتها واستقرارها. لكن لا يمكن أن نمنع المسؤول أن تكون له بصمته الخاصة وأن يكون نسخة عن السابقين، وإذا لم يكن السابقون مقنعين للمجتمع لا نطلب منه أن ينسخ نفس التجربة. فأنا أعتقد بأن التوازن ضروري، سواء بالنسبة للمسؤول العامل في هذا القطاع وكذلك بالنسبة للذين يصدرون أحكاما مجانية ولا يتريثون، وكذلك هذا يدخل في أحكام القيمة التي أعتقد انتهى زمنها ووقتها والسياق لا يسمح بها. فالفزاعة التي كان يلوح بها قد سقطت مع انتخابات 25 نوفمبر. ماذا ستقدمون لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة؟ سنحاول انطلاقا من هذه الاستراتيجية التي سوف نرسمها من خلال برامج، إذا كان هناك تراكم يسعفنا لكي نستمر فيه أو ننميه أو نطوره سنفعل ذلك، وإلا سوف نسعى إلى تقديم الخدمات الضرورية. لا أتحدث هنا عن التشغيل، فليس من شأن الوزارة تشغيل أي كان، لكن أن نشرف على هذا الملف بقوة، ذلك شأننا وسنعمل على ذلك.